واضح بقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على تعامد فبراير، تعامد الشمس على ابو سمبل في فبراير. والنهارده وزيره السياحه والاثار والثقافه، يعني وزير السياحه والاثار ووزيره الثقافه، شاهدوا الحقيقه في محافظه اسوان العرض الفني المقام بمناسبه تعامد الشمس على معبد ابو سمبل، وطبعا بحضور محافظ اسوان كان بالتاكيد موجود منور دايما ست اللواء اشرف، بحبه جدا بالمناسبه. طيب هذا الحفل أو هذا التعامد يشهده العالم زي امبارح كده صباحا كل سنة. تاريخ هذا التعامد هو التاريخ الاستثنائي المميز، زي ما انتوا عارفين التعامد ده بيتعمل مرتين في السنة بس، فانت لازم تقعد تتخيل هم الناس دول، احنا يعني أجدادنا دول وصلوا إلى هذا القدر من العلم والدقة إن هم يظبطوا تاريخ ميلاد وتاريخ جلوس على العرش تخش فيهم الشمس فتتعامد على وجه الملك. الكلام ده من آلاف السنين، الكلام ده مش النهاردة، مش امبارح، مش من 100 سنة، الكلام ده من آلاف السنين. هؤلاء الأجداد، أجدادنا، وصلوا إلى هذا القدر من العلم والذكاء. وانا من الناس اللي دايما لما يجي حد يقول لك انتوا هتفضلوا تتفاخروا باجدادكم لحد امتى؟ ولو ما كنتش اتفاخر باجدادي وابائي امال اتفاخر بمين يعني؟ باجداد جيران؟ يعني طبيعي ده واحد. اتنين، وهل احنا توقفنا عن البناء والتشييد وابهار العالم؟ اطلاقا، ده احنا لحد اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي قاعدين بنبهر العالم باي تجربه بناخدها. شيء الحقيقه مذهل بجد، الامتداد الحضاري اللي حاصل في مصر لأكتر من 8000 سنة دلوقتي يخليك فعلا تنبهر بهذا الشعب وبهذا المجتمع العظيم، شعب فعلا ممتلئ بالعظمة. زي ما بقولك هو طول الوقت يبهرك، طول الوقت يفاجئك، أنت تظن أنه هادئ أو نائم أو في راحة القيلولة ولكنه دايما منتبه ودايما شايف، دايما، ولا مرة الشعب ده ما كانش منتبه، تنبه لكل شيء حواليه وبنى فعلا كل ما يبهر العالم في الهندسة، في الطب، في العلم، في السياسة، في العسكرية. ألم نبهر العالم في 73 ولا إيه؟ افتكروا كويس أن هذا الشعب لم يتوقف أبدا في أي عصر أو أي مرحلة عن إبهار العالم بل ومفاجأته.